ندعو المهندس محمد فريد. بس قبل ما نبتدي تكريم الاستاذه دالي، عشان بحب استغل دايما وجودها، وانا انسان مستغل الصراحه والمؤسسه مستغله، ان احنا ان شاء الله يكون في حاجه على البوابه نيوز في نشر الوعي بالتغيرات المناخيه ومن خلال تدريب الشباب داخل البوابه نيوز ان شاء الله على رفع وعي الشباب بالتغيرات المناخيه. نبدا في تكريم الاستاذ الرابع عبد الرحيم رئيس تحرير البوابه نيوز ومن خلال المهندس محمد فريد مقر المؤتمر.